السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من الفقرات الأولى مشاهدينا الكرام. في الخبر الأول، حيث في ظل الأزمة أزمة نقص الأكسجين الطبي في العراق، حمل ذو المصابين بفيروس كورونا أسطوانات الأكسجين على ظهورهم لإغاثة ذويهم الراقدين في مستشفى البصرة التعليمي بسبب شحة الأكسجين داخل المستشفى في مشهد يبين حجم الكارثة الصحية في المحافظة. فلنشاهد. راح طاح هذا مستشفى التعليم طالع هسه طايح. ايش فيه هذا؟ ما ادري ما يتم لا يحتاجون طالب هذا خطية والله. احترق هذا احترق وعلى الناس ضالة بالظهر واحنا ما ندري هنا. نبقى ضمن هذا الموضوع، حيث أكد مواطنون من محافظة بابل نفاد الأكسجين الطبي في مستشفى مرجان التعليمي المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا. فلنشاهد. شوف المصيبة اللي قاصر مستشفى مرجان باو أكثر من ثلث ساعة انقطع الأكسجين وبدون علم المستشفى. يعني حتى الممرضين المتواجدين بالردهات ما عندهم علم. أبو الاستعلامات يقولون ما عنده علم وهاي المرضى ثلاثة أرباعها راح تتموت. واللي يقول المدير طبعا ما متواجد بالمستشفى، والمرافقين للمرضى يعني بحالة الانهيار، وللمرضى اللي بحاجة للأكسجين. احنا ردة الانعاش ثلاثة ارباع اللي موجودين بردة الانعاش اكسجينهم جوا 45 وعلى الاكسجين، يعني على الاكسجين المركزي. فجأة انقطع الاكسجين المركزي. تعال لاحظ ولا قنينة، ذنيت كم قنينة، جميع القنانة فارغة. شوف اللي المصيبه اللي قاعد تصير مستشفى مرجان، ولا مسؤول متواجد. طبعا اي مسؤول ما متواجد مستشفى مرجان. با خلنا اصور لكم يعني غرفه المسؤول، حتى المسؤول ما متواجد. ها من يتحملها؟ وين المحافظ؟ ومن المسؤول اللي هنا؟ من اللي مسؤول اللي قاعد يصير هنا بمستشفى مرجان؟ يعني اكثر من مرتين قاعد تتكرر هاي الحاله بدون علم المرافقين للمرضى، بدون علم الكادر الموجود اللي بالردهات اللي ما عندهم علم. فجأة يقطعون الأكسجين عنهم وما تتوفر أكسجين اللي قنان البديلة. وردت تعليقات حول هذا الموضوع، دعونا نقرأ لحضراتكم بعضا منها. في أول تعليق لدينا مشاهدينا الكرام، هدى تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله يا كاظمي، غير وزير الصحة، فاشل فاشل فاشل، وأرواح الناس أمانة في عنقك، خاف من الله وليس الأحزاب. في تعليق آخر، هيثم يقول: هذا ما كنا نخشاه، ويجيك واحد ويقول لك تمنعون الزيارات والتجمعات، يلا هيك أحسن، إلهي سترك. ضمن التعليقات كذلك علي يقول: المهم الأحزاب تعلق صور قادتها بالمستشفيات والوزارات، ومع علامة استفهام. وفي آخر التعليقات علي الغريب يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله ينتقم منكم سياسي الشيعة وصناع القرار الغبي على هاي المصيبة. إذن هناك كارثة في القطاع الصحي العراقي، وخلو أغلب مستشفيات العراق من أبسط المستلزمات الصحية. في الخبر الثاني، الصحفي الكربلائي حيدر هادي سجل مقطعا مصورا تحدث فيه عن ممارسات العتبة الدينية التابعة للمرجعية في المدينة، والتي تحولت إلى أشبه ما تكون بدويلة صغيرة داخل كربلاء. الصحفي حيدر هادي أشار إلى امتلاك العتبة لجيوش إلكترونية بأسماء وهمية شنت عليهم هجوما بالسبابي بعد نشره مؤخرا مناشدات أصحاب البسطات في كربلاء والذين تعرضوا لمضايقات العتبة. لنستمع لشهادته من كربلاء والتي تضمنت الإشارة لعدة فضائح وجرائم، فنتابع. أنا بس أتعجب على هذا حجم الغلط والإفشار اللي يمتلكه على أساس أنه هو منتسب بالعتبة. يداوم في مكان مقدس مثل ما يقولون،
شلون اختاروه وخلوه بهذا المكان قضية. القضية المهمة انه شنو الحقد هذا؟ يعني انا مجرد ما فتحت بث مباشر على مود البسطات اللي فلشوهم ورادوا يقطعوا رزقهم انقلبت الدنيا. حسابات وهمية، انت رجال عيب تقتل ورا حساب مال مرة. شوف هذا نموذج واحد، يعني شوف هاي الدرجات الموجودة كلها مال المنتسبين. يعني ما ادري اتبلى من عندي. وإذا أنا يعني أنا بين منشور نزل على العتبة شغلة العرق اللي طببتوه، بالسيطرات هم كذب. أنا من أنزل أخبار عليكم هم كذب، طببت المشروب بسيارات العتبة هم كذب. ليش خلون الواحد يطلع من دينه ويحكي؟ أنا بحياتي ما صاير بهاي الطريقة أحكي. ليش خلون الواحد يطلع إنه من دينه ويطلع سوالفكم وخيساتكم كلها؟ الشاب اللي كتلتوه بطلقات وبرصاص حي وشمرتوه هم كذب. هاي السوالف كلها دعتش عليها كذب. خلي يطلع واحد يسمي سؤال، انا موجود هنا يم يم يمهم هاي العتبه هاي هم كلهم يسمعوني. خلي يطلع واحد يقول لي هذا الحكي كذب، انه انتم ما طببتوا مشروب بالعتبه، هاي مشاريعكم اللي تبقون بيها، اللي اكو بيكم منتسبين يدورون نسوان ونعرفهم حق المعرفه، كلكم نعرفكم واحد واحد. لسه انا واقف هالغلط والافشار على امي وعلى اختي والافشار ماله داعي. لسه انا موجود لسه هنا يمكم. خلي الرجال عنده جرأة وشجاعة ويصير أخو خيته وأم حافظته، خلي يطلع يقول لي هذا الحكي غلط. أنا لسه موجود هنا يمكم. خلي يطلع منتسب مسؤول من العتبة خلي يقول هذا الحكي كذب. فلنتابع التعليقات التي وردت مشاهدينا الكرام حول هذا المقطع. حيدر المالكي يقول: جماعة آمون كلهم بدر، أسقط ما خلق الله. في تعليق آخر سهام تقول: هسه يصكوك يا مسكين، هذولا لا حسيب ولا رقيب برعاية العمايم. وضمن التعليقات كذلك ميثم يقول: العتبة عصابة، باقوا ونهبوا البيوت داير مداير الحرمين واغتصبوا بيوت وغيرها وغيرها. وفي آخر التعليقات لدينا حول هذا الموضوع شمس الطائي تقول: يا رب والله كرهنا نفسنا، البلد لازمي ناس جهلة وهمج باسم الدين. قالها الشعب العراقي باسم الدين باقون الحرامية. وفعلا يتم استغلال الدين في العراق من قبل معممين وجهات دينية ومؤسسات دينية وفق ما تسمى طبعا لتحقيق أغراض حزبية شخصية ومنافع خاصة على حساب حياتي وقوت المواطن العراقي. يستمر اعتصام خريجي كلية العلوم السياسية أمام مبنى وزارة الخارجية في بغداد لليوم 75 على التوالي وسط تجاهل حكومي لمطالبهم، لنستمع لجانب من هتافاتهم. Yeah.
خريجو العلوم السياسية ليسوا وحدهم من يطالبوا بحقوقهم، خريجو كليات الإعلام كذلك تظاهروا قرب مقر رئيس الحكومة في منطقة العلاوي وسط بغداد للمطالبة بالوظائف. لنشاهد جانبا من تظاهراتهم. نبقى مع مطالب الخريجين مشاهدينا الكرام، لنستمع الآن لرسالة إحدى الخريجات للحكومة والتي لخصت بها واقع خريجي الإعلام، فنشاهد. فنقرأ لحضراتكم جزءا من التعليقات التي وردت على المقاطع التي شاهدناها قبل قليل. ماجد يقول: الأحزاب شلت العراق باقتصاد ريعي بائس وجيوش من الموظفين بلا أي ناتج اقتصادي. التعيين الحكومي يكبل الاقتصاد، يجب فسح المجال للقطاع الخاص لانتشار الاقتصاد، لكن يجب قبل ذلك لجم الكلاب السائبة التي تمنع أي فرصة لدخول الشركات والأموال إلى العراق. في تعليق آخر، نور تقول: بداية تصحيح المسار في الدولة العراقية هو تغيير مكاتب الإعلام في الوزارات والدوائر وشركات الدولة كافة إلى أصحاب الاختصاص خريجي كليات الإعلام. وضمن تعليقات كذلك، أنمار يقول: ظلوا تظاهروا ودزوا رسائل ما يسمعوكم ومو بحالكم، لأن هذول شلة ميت ضميرها وحرامية ما عندهم مخافة الله. وفي آخر التعليقات لدينا محمد يقول: والله عمي حقكم، مو فقط الإعلام، كذلك العلوم السياسية، العلوم الصرفة، الآداب، الهندسة، وخريجي الإدارة والاقتصاد وغيرهم، يعني المفروض يسلطون الضوء على هذه الشريحة المظلومة. شغلوا القطاع الخاص واجبروا الكليات الأهلية على أنه تتعين على القطاع الخاص، راح تنحل المشكلة. هكذا يرى محمد. انتفض مواطن عراقي بوجه النائبة البرلمانية عالية صيف ومدير كهرباء الكرخ في ظل سباق محموم لحجز مقعد للدعاية الانتخابية المبكرة بين النواب. قال المواطن للنائبة: بعد ماكو نائب يمثلني، لأن صار لي سنين ميت ما حد سأل علي، بس بوقت الانتخابات تجون. وردت النائبة عالية صيف: لا، هاي مو مقبولة. فلنشاهد. هم ما يطوله اللي يقولوا احنا نطلع على 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 ربعنا، وانت ما تعطي كهرباء، لا تجي نقطع مو علي، كل اللي نقاط علي، اذا ما تقدر ما تقدر انت واحد مكلف يداعي لك، خلينا نشوف انت واحد يداعي لك حقوقك. ماكو واحد بطران جاي، ماكو واحد بطران، كلنا مظلومين. واي واحد جاي يجي من النواب خليه يشتغل بعيد. احنا اليوم ما حد جابه قدامي، لا اعترف بداعي ولا اعترف باحد، لان صار لي انا ميت، صار لي سنين ميت، ما حد يقدر يقول لي شغله. نجينا وقت الانتخابات يقول لي تعال.
فلنشاهد التعليقات التي وردت على هذا المقطع مشاهدينا الكرام. في أول تعليق لدينا أبو ذو الفقار يقول: شنو اللي ما مقبول سيادة الناهبة؟ أصلا المواطن له حقوق وعليه واجبات، والحقوق منهوبة ما شاء الله، والواجبات ضروري المواطن يدفعها. وين العدل بالموضوع؟ أنت وأمثالك سرقتوا كل خيرات العراق، والمواطن المسكين اضحوك بيد سياسية الصدفة الخونة والمرتزقة، والمفروض سحل مو طرد. بس في تعليق آخر، سيد غايب يقول: اطردوهم من يجون على الانتخابات، كافي قشمرة، ذولا عصابات حرامية، كافي ضحك على الشعب. في تعليق آخر كاظم يقول: الحل الوحيد لإنقاذ العراق ثورة شعبية مسلحة وسحل كل هذول الحثالات والعبيد والذيول، غير هذا الحل ماكو، لأن بالانتخابات نفسهم يرجعون، ويرجع نفس الطاس ونفس الحمام. وفي آخر التعليقات لدينا أحمد كاظم يقول: بعد فلا ننتخب أي واحد، وكائن من يكون كلهم نشالة. فقد الشعب العراقي الثقة تماما، انعدمت هذه الثقة مع بينه وبين هذه الزمرة الحاكمة، ولأن العراقي يعيش تحت حكم اللصوص فلن يحاول مرة أخرى أن يجازف ويدخل في عملية انتخابية ويلطخ إصبعه بحبر الانتخاب، لأنها نفس الوجوه سيعاد تدويرها مرة أخرى لإدارة حكم فاشل في العراق كما يرى الكثيرون. نراكم بعد قليل. وردنا عبر خدمة أنت ترى تظاهر لأهالي المعتقلين أمام رئاسة الوزراء بمنطقة العلاوي في بغداد، إلى جانب تواصل تظاهراتهم أمام محكمة التمييز في العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم. وأكدت أمهات المعتقلين في السجون الحكومية أن الاعترافات تنتزع من أبنائهم تحت وطأة التعذيب، كما سنستمع في الشهادة التالية. جبني أختك الصياح، يكسرون بأولادنا طبعاً، يقول لك كل شي سويت يصير؟ ما يصير، ما يصير هيك. يجيبون أمهاتهم للسجون، جبنا أمك وجبنا أختك وجبنا مرتك، احكي قر تحكي لو نجيب هذا، اسمحني عيطن. ليش؟ هو هذا الحق؟ هذا الحق؟ أنت قاسم يمين؟ لا، ما قاسمين يمين، ما عندكم يمين. لو قاسم يمين ما تخلون هيك أولادنا بالتعذيب يا ظالمين. هذا والسلام عليكم. احنا محكمة الساعة، واحنا نعتب على العوائل، يعني ليش مدى تجي وليش مدى تحضر؟ اعتبروا نفسكم بين انتم رايحين مواجهات، دافعوا عن اولادكم، دافعوا عن اولادكم، وطلعوا دافعوا عن اولادكم، مو دا تروحون، مو دا تنذلون يم باب السجن، مو دا تنذلون يم باب السجن. على الاقل انا طالبون بالعفو، بالعفو. خمس دقائق يقول له قوم، هاي خلصت، يلا. والله ما عندكم احترام للسجين، والله مدعاني عن سجن اضرب، لو عندي سجين اضرب روحي قدام ابني، ولا هين ابني قدامي وهو مسجون ومكتف، اربع رجال كتفه ويده مكتفه، ومن الشباك يجيبه يمد اصبعه تابوسه ويخلط عليه يدي. ليش؟ هاي المهانه مو قليله يا حكومتنا يا الكاظمين، هاي المهانه مو. احنا مرضى والله، وكل كلمة عليها الله. ما عندي 100,000 اروح للطبيب، وصار لي 4 أشهر ما جايبة علاج، واني عندي ذبحة وعندي ضغط وعندي ذهنيات، يشهد الله علي، وكل كلمة عليها الله. اذا اختفى عليك بكلمة بحرف واحد ما مختفي عليك. في فقرة الخبر المزيف، تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصور مرفق بالنص التالي: ابنة الرئيس الروسي تتلقى اللقاح الذي أعلن عنه فلاديمير بوتين اليوم كأول لقاح لكورونا في العالم. الحقيقة أن المقطع الذي ستشاهدونه الآن هو مقطع متداول يعود لبداية الشهر الماضي لإحدى متطوعات الأكاديمية العسكرية الطبية أثناء تلقيها اللقاح في مراحل الاختبار، وليس لأن المقطع لابنة الرئيس الروسي كما تداولت الصفحات. أما بالنسبة لخبر تلقي ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللقاح الذي أعلن عنه فهو خبر صحيح، فنشاهد المقطع.
С два укола было тоже. Так не больно. Прекрасно, замечательно. في فقرة صندوق الوارد وردتنا رسالتان، حقيقة نود أن نقرأهما لحضراتكم مشاهدينا الكرام. دعونا نقرأ الرسالة الأولى التي وردت عبر صندوق بريد قناة الرافدين. السلام عليكم، نحن طلاب الثالث متوسط، يرجى من حضراتكم إيصال صوتنا إلى الجهة المعنية في وزارة التربية بخصوص قرار العبور هذا، ولكم جزيل الشكر والتقدير. في الرسالة الثانية، مرحبا، شكرا لقناتكم ومساندتها لطلبة السادس الإعدادي، ولكم ألف تحية. أرجو من حضرتكم مساندة أقوى لحين تحقيق المعدل التراكمي الاختياري الذي هو مطلب آلاف الطلبة. إذن يعاني طلبة العراق في ظل أزمة كورونا وفي ظل انعدام المقومات الأساسية للصحة والسلامة في العراق، وفي ظل خوف الأهالي على حياة أبنائهم وكذلك تضرر الدراسة في العراق بشكل كبير، فيطالبون دائما بمساعدة الوزارة المعنية لهم لعبور المراحل الحالية بسبب الظروف الاستثنائية التي يعيشونها. نراكم بعد قليل. نكمل بفقرة الهاشتاج ما توقفنا عنده قبل قليل. طلبة السادس الإعدادي يواصلون تظاهراتهم المطالبة باحتساب المعدل التراكمي بالتزامن مع تصدر وسم التراكمي يعلن الثورة تصدره ترند العراق على تويتر. وتأتي مطالبات الطلبة هذه بسبب تفشي فيروس كورونا ومخاوف انتقال العدوى خلال تأدية الامتحانات. دعونا نقرأ لحضراتكم التغريدات أو جزءا من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. غدير يقول أو تقول: المعدل التراكمي مطلبنا لحماية أرواحنا من الخطر. هناك بعض الطلبة المصابين بالمرض لا يستطيعون أداء الامتحانات. نطالب بالمعدل التراكمي الاختياري لطلبة السادس الإعدادي بكافة فروعه. في تغريدة أخرى، سلاف تقول: انطوا التراكمي الاختياري وحلوها، ترى ملوا الطلاب من المناشدات وقلوبهم فرغت. وفي تغريدة أخرى، أحمد يقول: طلاب العراق يستحقون من الحكومة وقفة جادة لحل مشاكلهم، لأن ما شهده الطالب العراقي من وجع وظروف قاسية جدا لم يمر به طلاب العالم أجمع، فهل من آذان صاغية؟ هم أبناؤكم، هم أرواحكم، هم أنفسكم. وفي آخر التغريدات لدينا، نور الدين يقول: طلاب الجامعات والدراسات العليا كلهم عن بعد الامتحان، لماذا العناد على الامتحانات في المدارس؟ طبعا اجراءات خاطئه واجراءات فاشله قيمت من العراقيين، الاجراءات المتبعه حكوميا لم تحل القضيه الصحيه ولم تحل قضيه التعليم، وهناك قضايا كثيره عالقه بسبب سوء الاداره. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في فقرة المقاطع المنوعة. طبعا روسيا أعلنت عن تسجيلها لأول لقاح مجرب ضد فيروس كورونا، فلنتعرف على التفاصيل. Прошла все необходимые проверки, и она работает более точно, формирует стойкие антительные. Повторяю, прошла все необходимые проверки, и она работает более точно, формирует стойкие антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки, температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась.
Ну и все, сошло потом на нет. Чувствует себя хорошо. مشاهدينا، قبل الختام ننوه أن تردد قناة الرافدين الجديد كما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.